رفعت وكالة فيتشي نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب سبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية وصفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة. أشارت الوكالة أن التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء على خلفية انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتجديد السياسة النقدية فضلا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. صفحة جديدة يسطرها الاقتصاد المصري بنجاحات نالت ثقة المؤسسات الدولية المختلفة وترجمتها لإشادات متتالية تكتب فصلاً جديداً في مسيرته عنوانه النمو المرن والصلب، فصل يأتي بعد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات أزمة النقد الأجنبي التي مر بها مؤخراً، معلناً حقبة جديدة ذات آفاق أرحب وطموحات أكبر نحو استدامة واسعة النطاق وتنافسية وريادة إقليمياً وعالمياً. فوفق جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد، جاءت خطوات توحيد سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد، تكلل هذا المنحى بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة. كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة. الإجراءات الأخيرة قابلتها ردود فعل إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر خطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار. وفي ترجمة عملية لهذه الثقة، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، وذلك بقيمة 8 مليارات دولار. وكالة فيتش وموديز للتصنيف الائتماني كانتا مواكبتين للتطورات الاقتصادية في مصر أيضاً، إذ رفعت كلتاهما النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب. يأتي ذلك فيما أوصى بنك جي بي مورغان في وول ستريت بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام. كما أكد بنك جولدمان ساكس أن الإجراءات المصرية تزيل قدراً من المخاطر عن المستثمرين الذين يحتفظون بالأصول، بما سيعني تدفق المزيد من الأموال وانعكاس الأمر على صلابة الاقتصاد بصورته الكلية. إلى ذلك، يمضي الاقتصاد المصري في طريقه التصاعدي رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان على غزة وتداعياته الاقتصادية على العالم بأسره، ليثبت يوماً بعد يوم أنه حائط صد منيع أمام أي أزمات حالية أو مستقبلية.